معانا مدير الكره والمشرف العام على الكره وليد هويدي بنادي مصر المقاصه. كابتن وليد، ازيك؟ ازي حضرتك كابتن خالد، تحياتي لحضرتك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله كابتن، الله يخلي حضرتك. كابتن وليد، صحه الخبر اللي انتشر عن تعاقد مصر المقاصه مع كابتن عماد متعب؟ والله كابتن، هو طبعا يعني هو خبر غير صحيح. هو اولا طبعا يشرف اي مكان كابتن عماد متعب، قامه كبيره يعني، يشرف اي نادي ينضم ليه، لكن هو ما يعني ما حصلش أصلاً. ما حصلش. ما بيقول يقال ان في تصريحات على لسان اللي هو محمد عبد السلام ان هو تفاوض وديا معاه واتفق معاه على كل حاجه. لا يعني اعتقد ان يعني شوف حضرتك، يعني التصريحات ديت راجعها مش هتلاقي فيها يعني اسم الكابتن عماد متعب خالص خالص، يعني الكلام ده مش حقيقي. لا هو غير صحيح، وده طبعا بقول لحضرتك، هو طبعا الكابتن عماد شرف اي مكان يعني. انا عارف احنا طبعا كل احترام والتقدير لكابتن عماد، لكن احنا عايزين نوصل للمعلومه الحقيقيه. لكن هل في تفاوض مع عماد حتى؟ يعني الخبر غير صحيح، لكن الرغبه في التفاوض مع عماد مش موجوده اصلا. لا مش موجود اصلا. هو حضرتك لسه بكره في اجتماع مع كابتن طلعت يوسف لتحديد مين اللي ماشي واللي جايين مين، وغالبا كل التدعيمات يا كابتن خالد هتبقى في السردباكات، باك رايت، باك ليفت، ديفندر، لكن ما فيش في اصل الموقع الرسمي لمصر المقاصه بيقولوا لي نزل الخبر، وكان بعد نزول الخبر والتفاوض حصل نوع من يعني عدم الرضا او فك الارتباط بدون الاعلان عنه. ما كنتش نفيد بالكليه يا كابتن. انا يعني ممكن يكون غلط لو نزل على مصر المقاصه الموقع. انا ما طبعا ما شفتش الخبر على الموقع، ما اعرفش طبعا ديت ماسكين الموقع هم اضرب بالامر ده. يعني كابتن طلعت يوسف المدير الفني وانت القائم باعمال المشرف العام بتنفي هذا الخبر تماما، وان اساسا مفيش رغبه في التعاقد مع كابتن عماد. هو حضرتك ما يعني ما اطرحش من اساس الموضوع يا كابتن. انا فاهم يعني، ما هو مفيش رغبه، دي مش حاجه عيب. انا بتكلم لا ما يعني ما تمش اختارنا من قبل المدير الفني بتدعيم خط الهجوم يعني. تمام. بالنسبه لجون انتوي، هل في كلام عن مفاوضات نادي الزمالك معاه؟ هل جون انتوي مطروح بيعه في نهايه الموسم؟ لا كابتن، هو طبعا احنا خلصناه باستمرار، وان شاء الله احنا بنعمل يا كابتن خالد على ان احنا نظهر بمظهر كويس السنه الجايه، وان شاء الله وننافس على المربع الذهبي، فبالتالي ان شاء الله اللاعبين مستمرين معانا وهندعم الفريق باكثر باذن الله. ده قولا واحدا، لان انت عارف ان انتوا نادي استثماري وبيبحث دائما عن المكسب المادي. ما هو فعلا، بس يعني اعتقد ان احنا يعني حققنا مكاسب كويسه السنه دي، واعتقد ان احنا يعني في حاجه ان احنا نرجع لسيرتنا الاولى باذن الله. طيب، كان في كلام عن ان اكتر من نادي بيرغب في التعاقد مع كابتن احمد عادل عبد المنعم برضه. طبعا احنا متمسكين بالكابتن احمد عادل، وتم رفض من قبل المدير الفني ذلك ولجنه الكره. طيب، بالنسبه للكابتن احمد سامي واخر مفاوضاته مع النادي الاهلي. والله الكابتن احمد سامي بيأدي فتره تجنيده الان في القوات المسلحه، وطبعا ده شرف لاي مصري ان هو يأدي التجنيد بتاعه. فالحاجات اللي زي ديت يعني مع الاداره بقى. يعني ممكن احمد سامي ينتقل الاهلي، او ممكن كان في كلام انه ينتقل طالما بيأدي خدمته ينتقل لطلائع الجيش. كل حضرتك ديت حاجه خاصه بالاداره، احنا يعني مش خاصه بينا احنا كجهاز كوري. ايوه، ما هو يعني انت في النهايه ده واحد لعيب عندك يعني. انا بقول لحضرتك احنا يعني اولا هو ما يعني اذا كان في عروض او اي حاجه احنا ديت بتبقى في الاداره، لم يتم اختارنا من الاداره بذلك. تمام. اشكرك كابتن وليد هويدي، طبعا مدير الكره بنادي مصر المقاصه. دي كانت بعض المعلومات.